جاء في الحديث الشريف بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج ريحة الجنة، ومع عدد جديد سنتحدث اليوم عن خلق التوكل على الله. توكل مليح، توت مليح، توكل على ربي، فاهم؟ اي حاجه ديرها في الدنيا توكل على ربي، ودي هي. هذا شيء سلبي، شيء مليح كلي نسينا كاع ربي، فهمني؟ مليح توكل على ربي ومن بعد فاهم كاش ما تشوف هكا، بصح ربي فهمني هو الاول، فهمت؟ عاود دير اسباب، توكل على ربي مليح. كيما قلت هذه بزاف للناس كاع ماش دايتها، ف ما توليش لهذا التوكل على الله، توكل على اشخاص، هذا شيء سلبي وسا ديبون فين يديك، ما قادر ما دير به والو، فاهم؟ نتمناو لهم الهدايه، وهدايه نتمناوها فاهم السير، وخاص يراجعوا انفسهم، فاهم؟ راجع راسك، تولي خاصك تولي لربي، فاهم؟ واقف فين تمشي تعاود بوحدك ترالونتي وتولي توكل على الله، وحاجه مليحه فاهم، تسقد الطريق تاعك، تمهدها للمستقبل، توكل على الله. هكا صراط انا قصه هكا، بعد انا واحد باش التحقت بهذا التكوين راني فيه، ما شت والو، توكلت على الله، ما كتبتليش في الانفورماتيك، هي كاع مشيت وكاع مشيت انا، عاود هما بوحدهم عيطوا لي، قال لك بلي روح معنا في هذا التخصص تاع مصمم بساتين، والحمد لله وراني لاقي راسي فيها. بالك الاخرى ما كانت ما تخرجنيش ولا، وراني الحمد لله هضروا مكاتب، ايوا الحمد لله مكاتب، يعني هذه متوكل ان شاء الله، عسى تقروه لنا شيئا وهو خير لك. انا مامو تكون مقتنع بفكره بلي ربي كل شيء يجي من عنده، تفائل الخير. يقول لك من توكل على الله فهو حسبه، ربي يقول لك ادعوني استجب لكم. ترى دروك في هذا الوقت اللي رانا فيه كاين عباد، دروك راه تكل على العباد، راك فاهمني؟ نساو الخالق، نساو كاع ربي، الناس راك فاهمني هكا، سيرتو في شهر رمضان، فاهمني؟ يقول لك انا نستنى الاخر يجيب لي القفه، نستنى الاخر، تكل على الله، احنا عندنا كما نقولوا احنا نتكلوا فيها، فاهمني؟ نتكلوا على الله عز وجل، وما عندنا حتى حاجه فاهمني با ربي، نوضوا نخدموا نسترزقوا ونتكلوا على الله، وكل شيء بيد الله، فاهمني؟ الحاجه اللي مكتبها لك ربي تديها في هذه الدنيا اخويا، راك فاهم؟ والحمد لله هذه هي، وصحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير، وهذه هي والحمد لله. السلام عليكم. اول حاجه في هذه الحياه هي التوكل على الله، والدنيا والحياه هذه ماشي غير مال وجري مور الدنيا وصوالح، اول حاجه التوكل على الله، ويكون عندك مون دو في شباب في الحياه هي التوكل على الله. وحنا نتمنى ان شاء الله بلادنا يكون كاين الخير، ومازال كاين الخير قدام ان شاء الله. الموضوع تاعنا اليوم هو التوكل على الله، وبمناسبة شهر رمضان، وحنا في هذه الأيام المجيدة والمباركة من شهر السيرة، وحنا من العشر الأوائل من رمضان، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الموضوع تاعنا هو التوكل على الله. احنا نعرفوا بلي في هذه السنوات الاخيره، وبعد الانسان بعد الانسان عن الدين الاسلامي هو جراء من عدم التوكل على الله والتوكل على البشر. وحنا نقولوا من توكل على الله، من تواضع الى الله رفعه، ونقدر نقولوا من توكل على الله رفعه. الانسان اللي يخرج من البيت تاعه في المنزل اول حاجه يديرها هو يتوكل على ربي، ما يتوكلش على، لان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الرزاق، هو اللي يرزق البشر، يرزق الطير، يرزق الحيوانات، يرزق. دونك انت تتوكل على بشر، بشر ما يقدر يدير لك والو، واش يدير لك البشر؟ دونك حنا ندعو المواطنين وندعو المسلمين كافه الى التوكل على الله، الى دار التوكل على الله. رب العالمين يفتح لنا ابواب الرزق، يفتح لنا ابواب الخير، ورمضان مبارك للجميع. وكلمه للناس اللي توكل على، احنا نقولوا الناس اللي توكل على البشر، احنا نقولوا الله يهديهم، لان البشر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو اجتمعت كل الانس والجن على الارض ما يفعلوا لك ولو شيء.
يعني كاع الانس والجن يجتمعوا ما يديروا لك حتى حاجه. حنا نقولوا للناس هادو الله يهديهم توكلوا على ربي. واحد كيخرج من داره صباح ماشي للعمل، اول حاجه يتوكل على الله وان شاء الله ربي ييسر له الامور والتوفيق للجميع. متوكل اولا، متوكل على الله فهو حسبه، هذه حاجه باينه نعرفوها كامل الناس تعرفها. الانسان يتكل على ربي سواء في اي مجال، في اي مجال تكل على ربي. ربي عاوتاني كيقول لك ونحن نرزقكم واياهم. اللي عنده دراري ما عندوش خدمه ما عندوش هذه ما عندوش هذه، ربي عاود يفتح عليه ان شاء الله. يتكل على ربي ربي ما كاع ينحلوا ان شاء الله في مره. يتكل على الله، لا ما تكلش على اي شخص، ما تكل هذاك جهل، هذاك يدخل في الجاهليه. هذاك جا باش تكل على واحد قال فلان ولا فلانه ولا هذه، تكل على ربي سبحانه وتعالى هو الاول، ربي هو اللي يسخر الامور. هذا هو جو، هذا نصيحه للشباب، يتكلوا على ربي ويتكلوا على كما قال الاخرين، يتكلوا على ربي ويتكلوا على دراهم ثانيك. تكل على ربي ما تبقاش راقد كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال الناس سمع لا تبطل الذهب ولا في الضوء. شمر على دراك اخي، خدم تاجر بيع وشري، فهم لي تعلم صنعه تعلم هذه تعلم هذه الى اخره. هذا هو التوكل على الله، تكل على الله فهو حسبه. تكل على الله سبحانه عز وجل، حتى حاجه ما تضرك في هذه الدنيا. ما تكل على فلان لا على فلتان. تكل على ربي وعلى دراعك. ساعة ساعة في الدنيا، ربي إذا لمشي ساعة، ساعة تاجر خدم طيحون فاهم؟ مانيش عارف أنا، أي حاجة بسيطة توصلك بعيد. تجارة ما التجارة تالك الناس كان ما كانش عندها حتى شات ليلة، تكل في التجارة اللي مراه لاباس عليه. فاهم لي؟ تاجر تاجر تكل على ربي. يبكروا الصباح ينوض على 9 10 تكل على بشي صباح قلت لك 5 تاع الشيء يقول لك ربي ما عطانيش، هذيك ما كايناش. توكل على الله يعني بصح دي الاسباب، شري وبيع روح خدم فهمني، هذه هي توكل على الله، ما تكل حتى على واحد، تكل على ربي سبحانه عز وجل. من اكبر اسباب الاطمئنان والراحه النفسيه هو التوكل على الله. فالاعتماد على الله راحة حين تتيقن أنه أكبر منا ومن مشاكلنا وظروفنا مهما كانت. فالإنسان وحده مشتت قليل الحيلة، إلا أن إحساس الأمان بالله يهون أي شيء وكل شيء. فكرة أن الله هو المنقذ الوحيد في ظلام هذا العالم هي الفكرة الأكثر اطمئنانا والأكثر أمانا. فكرة أن الله هو وكيل مشاكلك ومدير أمورك وأنه سيدبر لك كل الخير. فاللهم إني توكلت عليك ووكلتك أمري فبشرني بما أريد. والتوكل لا يعني التواكل، بل إن التوكل يكشف قوة تعلق العبد بربه وأنه مكلف بالأخذ بالأسباب، وهو قوة في القلب تنير له الطريق ويحدث له الرضا وتتولد للعبد القناعة. والآيات في القرآن الكريم كثيرة تحث على التوكل ومحبة الله للمتوكلين. يقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ويقول: وعلى ربهم يتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. وضرب سيدنا موسى أروع الأمثلة في صدق التوكل على الله تعالى، فحينما فر هو ومن آمن معه من بني إسرائيل ولحقهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، ووصل إلى طريق مسدود فلم يجد أمامه إلا بحر هائج الأمواج، ولا يمكن بحال خوض هذا البحر من غير المقومات المادية التي تمكنه من خوض غمار هذا البحر كالسفينة وغيرها من الأسباب المادية. ووصل هذا الخوف إلى ذروته في قلوب من معه، وتسللت الخيبة إلى صدورهم، فقالوا بلغة المستسلم لموسى عليه السلام: إنا لمدركون. فرد عليهم العبد المتوكل على الله حق التوكل بلغة الواثق المستيقن بنصر الله وفرحه: كلا، في صورة من أسمى صور التوكل على الله تعالى، وكل ذلك مستنبط من قوله تعالى في وصف هذا المشهد العظيم: فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إنا معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر،
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فهيأ الله لهم أسباب النجاة بعد صدق التوكل عليه. وحاجة الأمة المسلمة التي تريد أن تبني حضارة على قيم إسلامية صحيحة إلى التوكل على الله كحاجة الطفل الرضيع إلى أمه، وهي لا شك حاجة شديدة، وخصوصا في عالم المادة التي شغلت العقول والقلوب وأورثت عقول أبنائها تعب البدن وهم النفس وأرق الليل وعناء النهار. فإن هي حققت التوكل في نفسها فسوف تجد فيه ركنا ركينا وحصنا حصينا تلوذ به في مواجهة الظلم والبغي، لأنها سوف تنتصر بالله وتستعز بالله ولن تذل أبدا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمتوكل على الله حين يقدم من الأسباب التي أمر بها ما يقدر عليه ويدخل وفي وسعه وتكمل له القدرة الإلهية العليا ما عجز عنه ولا يدخل في وسعه. التوكل على الله عبادة الصادقين وسبيل المخلصين، قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج رحلة الجنة، دائما في استضافة الأستاذة حنان طلاس. أهلين أستاذة، مرحبا بك. مرحبا بك أختي مريم، ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام ومتتبعينا في برنامج رحلة الجنة. أهلين بك أستاذة، وأهلا أيضا بكامل مشاهدينا الكرام اللي التحقوا بنا الآن. دائما في رحلة الجنة نتناقش مجموعة من الأخلاق والمبادئ الإسلامية. حديثنا اليوم سيكون عن التوكل على الله. أستاذة، لو نبسط ونشرح للمشاهد الكريم معنى التوكل. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أكيد أن التوكل على الله عز وجل هو لب العبودية، يعني الإنسان الذي يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه لابد أن يتوكل على الله عز وجل. ومفهوم التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل، يعني نفوض أمرنا إلى الله عز وجل، لا معبودة ولا يعني لا نلجأ لغيرنا، وإنما نلجأ لله عز وجل، خاصة ونحن في هذه الدنيا نحتاج إلى التقرب إلى الله عز وجل، نحتاج إلى أن نتوكل على الله عز وجل في كل أمورنا الحياتية. فإذا التوكل أن نفوض أمرنا إلى الله عز وجل. نعم، هو تفويض الأمر لله عز وجل، وهو العالم بما هو خير لنا. أستاذة، كيف على الإنسان أن يفهم بأن التوكل هو روح كل الأعمال والعبادات، فما لنا معين غير الله عز وجل؟ كيف عليه أن يفعل هذا الخلق في حياته اليومية؟ نعم، الإنسان دائما في حياته اليومية دائما يحتاج إلى الله عز وجل، ونحن دائما نقول أن كل عبادات التي نقوم بها هي معقودة على النوايا الحسنة، يعني الإنسان ينوي بذلك العمل، يتوكل على الله عز وجل في بداية كل عمل، سواء إذا كان عمل خيري، سواء إذا كان يعني صلاة، سواء إذا كان صدقة، الإنسان ينوي أن يتقرب إلى الله عز وجل ويتوكل في ذلك العمل، مع يعني أنه يهيئ الأسباب، لأنه دائما لما نتوكل على الله عز وجل نهيئ من قبل، دائما ندعو الله عز وجل، دائما يعني ننوي نقول أن هذا العمل لله عز وجل. فدائما نقول أن نحن في حياتنا اليومية نحتاج إلى التوكل على الله عز وجل. نعم، الله عز وجل يقول في محكم آياته في سورة الأنفال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يخافون الله عز وجل. إذا ذكر الله عز وجل يخافون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، فالإنسان المؤمن هو الإنسان الذي يفوض أمره لله عز وجل، خاصة في العبادات، لأن العبادات تحتاج إلى مجاهدة النفس، تحتاج دائما أن نتقرب إلى الله عز وجل حتى نثبت عليها. وما دمنا نحن أختي مريم في شهر رمضان فهي فرصة لنا، فرصة للتغيير، فرصة لأن ندرب أنفسنا على التوكل على الله عز وجل، لأن شهر رمضان يعلمنا الصبر، يعلمنا
مجاهدة النفس، يعلمنا أن نمسك أنفسنا على الأمور التي نحبها ونمسك أمورنا يعني عن الشهوات، أن نجتنب الشهوات. نعم. فكل هذه تحتاج إلى التوكل على الله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. يعني دائما لما نبحث في قصص الصحابة ونبحث في سيرة الأنبياء نجد أنهم كلهم كانوا يدعون قومهم وهم متوكلون على الله عز وجل، رغم الأذى الذي كان يصيبهم إلا كانوا يدعون أن توفيقهم بإذن الله عز وجل. أيضا أستاذ، الإنسان في حياته اليومية لما يريد أن يتوكل على الله عز وجل عليه أن يتخذ الأسباب، فالكثير يعني يريد أن يفوز بالجنة وبأعلى المراتب حتى في الدنيا ولكن لا يعمل لذلك الشيء، فكيف على الإنسان أن يأخذ بالأسباب؟ نعم، كل مشاريعنا سواء العبودية أو مشاريعنا الدنيوية أو الأخروية تحتاج إلى أن نتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب. الإنسان مثل ما ذكرت أختي مريم لابد عليه أن يجتهد، ليس يعني فقط يعتمد على الدعاء وهو جالس، يعني لا يعمل، لا يتخذ بالأسباب، لا يتحرك، فالحركة فيها بركة وفيها إعانة من عند الله عز وجل. وأكيد الله عز وجل لما يشوف يعني عبد وراه يتقرب له، يشوف أنه راه يسبب، يشوف أنه راه فيجتهد من أجل أداء العبودية أو يجتهد في حياته اليومية من أجل إتقان عمله، من أجل أن يفيد الناس ويفيد المجتمع، يسبب يعني يبحث يسأل. الإنسان الذي يريد أن يختم القرآن ليس يعني يجلس ويقول أنا أريد أن أختم القرآن ولا يجتهد، يعني ما يخصصش وقت، ما ينوضش، يعني ما يخصصش برنامج لحفظ القرآن الكريم، ما يقصدش المسجد، ما يستعينش بالصحبة الصالحة، ما يستعينش كذلك يعني بالذهاب إلى المسجد وقت للحفظ. هذه كلها أسباب معينة، فالإنسان لما يتوكل على الله عز وجل ويهيئ الأسباب أكيد أن الله عز وجل سيفتح له أبوابه وأكيد سيسهل عليه الأمر. نعم، أيضا يعني أستاذ يعني لازم الإنسان يتوكل على الله عز وجل وقبل ذلك عليه ببذل الأسباب. أيضا من النقاط المهمة التي يجب أن نركز عليها أو نشير لها هو أن نتخذ بالأسباب وإن كانت ضعيفة. بزاف اللي يقنط من رحمة الله عز وجل، أو بزاف اللي يقول لك أنا ما نديرش هذيك الحاجة، وإذا ذكرتي له لازم تتخذ بالأسباب يقول لك هي ضعيفة، من المستحيل أني أصل إلى هذا إلى ذلك الأمر. فالله عز وجل يحثنا على الأخذ بالأسباب وإن كانت ضعيفة. نعم، لابد أن الإنسان لما يتوكل على الله عز وجل وإن كانت الأسباب، وإن لم يحقق له الله عز وجل يعني ما نوى، وإن يعني تأخر، وإن إن الله يمهل ولا يهمل، وحتى أن الإنسان الله عز وجل يختبر الصبر تاعه، راه يبتليه بذلك التوكل. أنت راك رميت حملك على الله عز وجل وتوكلت على الله عز وجل في مشاريع دنيوية أو في عبوديتك أو في ختم القرآن أو في يعني أعمال الخير والبر، لما يتوكل الله لما يتوكل الإنسان على الله عز وجل لابد أن يكون ذلك التوكل مقرونا بالصبر، لأن الله عز وجل يختبر فيك، يشوفك يعني إذا كنت تصبر، إذا كنت تدعي، إذا كنت جاهد النفس تاعك. لأنه إحنا في هذه الدنيا الإنسان يوصل لواحد المرحلة تاع الفتور، الإنسان يوصل لمرحلة أنه يتعلق بالدنيا، الإنسان يوصل لمرحلة أنه تغويه هذه الدنيا. كاين بزاف ناس كانوا في الطريق المستقيم يتوكلون على الله ويعتمدون على الله، ثم بعد ذلك أغوتهم الدنيا، فوجدوا أنفسهم ضائعين في هذه الدنيا، لأنهم نعم لأنهم تركوا تلك الأسباب وإن كانت ضعيفة وتوصلهم إلى بر الأمان، إلا أنهم يعني اتبعوا طريق آخر اللي هو طريق يعني مغشوش، طريق بعيد عن الله عز وجل، فالله عز وجل ابتلاهم. وكان يعني وحنا الآن رانشوفوا يعني عدة مظاهر في المجتمع أختي مريم، رانشوفوا يعني عدة ابتلاءات في المجتمع، حتى أنه إذا انزلنا للمجتمع نصيبوا تلك الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تلحق بعدة من الناس، يعني المخدرات، نصيبوا السرقة، هذه كلها لعدم التوكل على الله عز وجل. الإنسان اللي يروح يسرق ويروح يعتدي على غيره، فهذا إنسان ما توكلش على الله عز وجل في العمل، سبب وجد عمل وثم بعد ذلك الله عز وجل سيرزقك وسيرزقك. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإنسان لما يتق الله عز وجل
يلقي أحماله على الله عز وجل، ويكون عنده يعني يقين كبير بالله عز وجل أنه سيوصله إلى بر الأمان، بدلا من أن يلجأ إلى إنسان مثله أحيانا يطرق عليه الباب يفتحه وأحيانا يغلق عليه الباب، أما رب السماء فأبوابه دائما مفتوحة. نعم، أيضا حتى وإن الإنسان اتخذ بالأسباب فعليه أيضا أن لا يعتمد عليها فقط، بل عليه أن يتوكل على الله عز وجل، يعني كل الاعتماد يكون على الله. هذه الأسباب جعلها الله عز وجل فقط حتى يحث هذا العبد على العمل، يعني نشوف أنه الله عز وجل ممكن أن يعطي لنا يعني الدنيا وما فيها، لكن حثنا على العمل، حتى حثنا بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. أيضا شوفوا أستاذ هناك مواطن كثيرة للتوكل على الله عز وجل في حياتنا اليومية يغفل عنها الكثير من الناس، ممكن يعني تذكرين بعض هذه المواطن التي يستهين بها الناس ولكن يعني أجرها عند الله عز وجل عظيم. نعم، ربما الإنسان يرى بعض المواطن التي يراها يعني سهلة في هذه الدنيا، ولكن إذا لم يتوكل على الله عز وجل لن تسهل عليه أبدا. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أمر جميل، وهو سنة من النبي عليه الصلاة والسلام أننا لما نقوم بأي عمل نستخير الله عز وجل. هذا يعني الكثير من الناس يغفل على هذه النقطة، استخارة في كل شيء. نعم، كأنه نعم أستاذ سمحي لي، يعني علمونا أنه الاستخارة فقط لما يقبل الإنسان على الزواج، وهي نعم. يعني راهي في كل حركة تقوم بها في نعم. الدنيا نعم نحتاج إلى الاستخارة. فلما نعود لسنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه في كل مواطن استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الاستخارة، وعلمها يعني لأهله وعلمها للصحابة الكرام. يعني الاستخارة تلك الركعتين العجيبتين التي نتقرب بهم إلى الله عز وجل ونتذلل بهم إلى الله عز وجل على أننا ضعفاء، على أننا لا نستطيع أن نقوم بذلك الفعل إلا إذا رأى الله عز وجل أن ذلك الأمر ينفعنا. فهذه نقطة مهمة، لابد أن الإنسان يتعلم يصلي صلاة الاستخارة في كل الأمور وإن كان أمر بسيط. صدقيني كاين بزاف ناس مثلا يروحوا يشروا عدة أشياء تعجبهم، عدة أشياء مثلا تقول كان هدية مليحة وتعجبني ومنها، لما الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل وتقول كان نصلي زوج ركعتين بلاك نشوف هذا الأمر لا ينفعني ولا ينفعليش، سبحان الله عز وجل يا إما يقرب ذلك الأمر أو يبعده لأن فيه ضرا لنا. فالمواطن التي يجب أن نتوكل فيها على الله عز وجل هي مواطن عديدة، ونحتاج فيها دائما إلى الله عز وجل. الإنسان لما يخرج صباحا يسترزق فذلك يتوكل على الله عز وجل، حتى الطير في وكرها فإنها رسالة لنا، تتوكل على الله عز وجل يعني تذهب وتعود برزق لكي يقتات فراخها وهم في العش. فنتعلم نحن الكثير من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل، النحلة، النملة، نراها حشرات صغيرة ولكن تعلمنا الكثير كيف تتوكل على الله عز وجل. حتى أن النمل لما نكون نمشي مثلا في الطريق نشوف أنها تدير صف سبحان الله وتلتف حول، إن وجدت ولو يعني قوت صغير تلتف حوله وتتوكل على الله عز وجل تشوفيها تأخذه يعني نعم. تأخذ طريقا واحدا. حتى أنه في قصة سليمان عليه السلام لما جاء سليمان بجيشه يعني سبحان الله ضحك لما النملة خافت يعني من جيش سليمان لما كانت تتوكل على الله عز وجل وهي يعني تقتات رزقها. فكل هذه أمثلة لابد أن يعني نأخذها معنا في حياتنا اليومية ولا نستهزئ بها، لأن التوكل على الله عز وجل هو الذي يحقق لنا كل ما نريد. أما إذا توكلنا على العباد وتوكلنا عليهم فهذا لن يجدي نفعا، فيبقى الله الواحد الأحد هو الذي لا يفتح لنا عليه أبوابه. نعم، أيضا أستاذ يعني مهم جدا أن الإنسان يجعل توكله على الله ويفوض أمره لله عز وجل، ولا يجعل يعني أمره بين يدي البشر. بزاف ناس تروح للناس يعني تلقاها تدق باب الناس وتترك باب الله عز وجل الذي هو مفتوح دائما لعبده. فالناس عليها أن تعي جيدا أنه ربي سبحانه ما وش راح يرجع عبده، وإن رجع عبده أو لم يجب سؤله فأكيد لحكمة لا يعلمها هذا الإنسان. يعني أستاذ هناك بعض الشروط التي يجب وجودها لتحقيق التوكل سأمليها على مشاهدينا الكرام. أول شيء الإيمان بقضاء الله قدره
بقضاء الله عفوا خيره وشره، فالله يعني وحده هو العالم بما فيه خير للعبد. ثانيا الابتعاد عن معصية الله، لأن المعصية تغضب الله، وهذه المعصية هي التي ستنفي شرط التوكل. ثالثا السعي والأخذ بالأسباب، وهذا ما كنا نتحدث عنه مع الأستاذة. رابعا شعور العبد بضعفه وانعدام قدرته أمام قدرة الله عز وجل. على الإنسان دائما أن يستشعر ذلك الضعف، ويعلم جيدا أن لا حول ولا قوة له إلا بالله. يعطيك الصحة أستاذة، يعني وصلنا لنهاية هذا العدد، بارك الله فيك، ألقاك في عدد آخر إن شاء الله أختي مريم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوكل عليه في كل أمور حياتنا إن شاء الله. يا رب يرزقنا التوكل. وصلنا وإياكم لنهاية عدد اليوم، نلقاكم في عدد آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.